احنا الان رانا في المحطه الثالثه ولايه فيسا بشراكه مع حاضنه الاعمال اينواس وكذلك شركاء محليين وجمعيات. الهدف من هذه القافله هو التعريف على المقاولاتيه واعطاء الفرصه للاشخاص ذوي الهمم الى الملوج في هذا العالم. احنا نقدموا دورات تدريبيه وان احنا نرفقوهم في يعني اعطاهم فكره شامله على هذا العالم المقاولاتيه وكيفاش تكون كاش حتى تكون عندهم فكره ويجسوها في ارض الواقع.